وكذلك ليس الإيمان كما تقوله المرجئة، الفقهاء، الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب، لأنه لو كان كذلك لما صار للأوامر والنواهي فائدة، يكفي أن الإنسان يعتقد بقلبه وينطق بلسانه لو ما صلى ولو ما صام ولو ما، وهذا مذهب باطل بلا شك، يعطل الأعمال كلها، ويكفي منه أنه يعترف بلسانه ويعتقد بقلبه، هذا لا يكفي. الله جل وعلا قرن العمل بالإيمان في كثير من الآيات، آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين لم يقل آمنوا فقط وعملوا الصالحات، لابد من الاثنين معا، لا يكفي واحد، لا يكفي العمل بدون إيمان ولا يكفي الإيمان بدون عمل، لابد من الاثنين، الإيمان والعمل الصالح قرينا. هذا في كثير من الآيات. وأما كونه يزيد بالطاعة فهذا كما ومما يدل على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فلا إله إلا الله هذا قول باللسان، والحياء شعبة من الإيمان هذا من أعمال القلب، وإماطة الأذى عن الطريق هذا من أعمال الجوارح، دل على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل.